للمزيد من المتابعة حول بيان النائب العام الذي صدر اليوم، ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ بلال الدوي، الكاتب الصحفي ومدير مركز الخليج لمكافحة الإرهاب. أستاذ بلال، أهلا بحضرتك معنا في استوديو قناة أون لايف. بداية، كيف تابعت البيان الذي خرج اليوم من مكتب النائب العام بشأن إحالة المتهمين والتحفظ على أموالهم في هذه القضية؟ أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. القضية من أخطر القضايا اللي تم الإعلان عنها، مش أول قضية، هو كان في قضية سابقة قبل كده برضو تضاهي نفس القصة دي وفيها نفس المعلومات، كان متهم فيها المتهم الأول محمود عزت النائب الأول المرشد الإخوان وخالد الشاطر، كانوا جابوا بعض تركيا أمدتهم ببعض أجهزة التجسس والتسلط وتم القبض عليها في مكتب إرشاد أيام أحداث 30 يونيو، وكانت برضو بتتجسس وتسلط على قادة المعارضة والقضاة والإعلاميين وبعض من القيادات في الجيش والشرطة. طبعا مسلك تركيا لم يتغير منذ 30 يونيو حتى الآن. المخابرات العامة كانت بتلاحظ بقالها أكتر من شهور، طبعا الفكر المخابراتي بيبقى ممتد، الهدف منه ان ما اقبضش على المتهم بس، لا ده نقبض على التنظيم كله او الخلايا كلها. فعشان كده انا عندي بيكون فكرة التتبع عشان اوصل للخيوط اللعبة كلها اللي بتتم عشان خاطر يتم الاعلان عنها. فكان بقالهم شهور بيتابعوا القضية دي. ايه الموضوع؟ 29 من عناصر تنظيم الاخوان الارهابي كانوا بيتلقوا بعض الاتصالات من تجنيدهم، تم تجنيدهم في البداية عن طريق جهاز الاستخبارات التركي اللي أنا قلت لحضرتك إن هو مدير مخابراته رجل يعني مش عايز أقول إن هو من الناس اللي بتستهدف مصر، لو هنيجي نحط كده بعض الأسماء اللي بتستهدف مصر هيكون هو هذا الرجل مدير المخابرات التركية وهو هاكان فيدان. تبادلوا معاهم الاتصالات مع 29 عنصر إخواني. النتيجة كانت إيه؟ 29 عنصر إخواني كانوا بيعملوا عملية تمرير مكالمات، تمرير مكالمات دولية طبعا بدون ترخيص. العملية دي مين اللي بيرشد عنها او مين اللي بيكون هو اللي مسؤول عن التحرك؟ هم مجموعة من الدومي يعني عرايس ماريونيت اللي بيحركهم المخابرات التركية. بيعملوا ايه بقى؟ تركيا امدتهم برضو ببعض الاجهزة الخاصة بالتجسس والتسلط والاتصال عن بعد وعملية التتبع وتمرير مكالمات هدفها الوصول الى بعض المكالمات التي تحض على الرأي العام المصري وابراز الاشياء السلبية في مصر وبس الشائعات وبس الفتن وبس الامور كل السلبية. محاولة تقليب الداخل المصري. تقليب الداخل، كانت في برضو عايز اركز على القصة دي، كان في تقرير رسمي صدر عن لجنة الاتصالات في مجلس النواب قال ان مصر عانت في شهرين بس الشهرين اللي فاتوا من مجموعة من الشائعات عددها 53 ألف شائعة في شهرين. يعني احنا كل يوم مركز معلومات مجلس الوزراء يطلع يقول اقل يوم بينفي 7 شائعات أو 8 شائعات. كل الشائعات دي هدفها احباط المصريين وبس روح السلبية في المصريين والتشكيك في الجيش والشرطة والقضاء والإعلام، برضه نفس مسلك جماعة الإخوان. طيب اللي بيقوم على ده إيه؟ اللي بيقول على ده جهاز المخابرات التركي بمعاونة هذه العناصر اللي هي 29، كانوا بالأجهزة اللي تم التحفظ عليها ووجدوها في المكان بتاع ال 29 عنصر. الأجهزة دي كانت بتعمل على تمرير المكالمات الدولية، وبالتالي أدى أول قضية تمرير مكالمات دولية بدون ترخيص. تاني حاجة، طيب المكالمات دي ايه؟ المكالمات دي تضر الامن القومي المصري، ادي تاني قضية. تالت حاجة، الفلوس اللي بتضر دي وبتتم استخدامها في القصة دي ده غسيل اموال، ادي قضية غسيل اموال، ادي تلاتة. الحاجة الرابعة، طيب المسلك اللي بيحصل ده كله ايه؟ المسلك اللي بيحصل ده كله ايه؟ عناصر اخوانية. اذا قضية رابعة، الانتماء لجماعة الاخوان. التخابر بقى مع قطر دي قضية برضو بتضر الأمن القومي المصري وتعتبر 5 قضايا كده. الحاجة الجديدة ان هم الفلوس اللي بيحصلوا عليها بيدوها لمنابر إعلامية، منابر إعلامية خاصة بقى بجماعة الإخوان ذات نفسها، تمام، بيكونوا مسؤولة على بس هذه الشائعات تاني وإحباط المصريين أكتر. يعني ست من التهمات تم النائب العام اتهم فيهم. طيب العناصر دي، العناصر الإخوانية دي هدفهم إيه؟
هدفهم ايه من ورا كده؟ احنا قلنا احباط المصريين وبس الشائعات والكلام ده كله. العناصر دي يا فندم طبعا واخدين دورات تدريبيه ايام حكم الاخوان، كانوا الاخوان بيسفروهم لتركيا ويعني بيعقدوا جلسات مع اجهزه المخابرات اللي بيقودها كان فيدان. الحاجه دي الحاجه الثانيه وده الخطر، وده الخطر ان اطلاعهم على المكالمات والتجسس على بعض المكالمات للمواطنين العاديين خالص، ده في حد ذاته خطر. واحد بيتكلم مكالمة سرية تخصه او تخص عمله، بياخدوا المكالمة دي ويعتبروها ذريعة لتجنيده للانضمام لجماعة الاخوان والحصول منه على بعض المعلومات. يبقى كل ده المخابرات العامة في فترة اكتر من اربع شهور تحديدا كانت بتتتبع جميع العناصر دي وقبضوا على 29. طيب في عناصر خارجية نعم هاربة موجودة في تركيا. طيب السؤال بقى اللي الناس كلها بتسأله، ليه تركيا؟ هي تركيا عايزة مننا ايه؟ في كل حاجة نبص نلاقي تركيا. الموضوع كله يا جماعة ان احنا بنقول ان علاقة جماعة الاخوان في الحكم لما كانت موجودة في الحكم، العلاقة مع تركيا علاقة وثيقة جدا. يعني تركيا بتخطط لجماعة الاخوان، قطر تمول لجماعة الاخوان. طب جماعة الاخوان بتعمل ايه؟ بتنفذ على الارض. برافو عليك. بتنفذ على الارض اللي احنا شايفينه. الى حتى العناصر الارهابية الموجودة في مصر دول طب بيتخطط لهم من قبل تركيا. طب تركيا بتعمل ايه تاني؟ تركيا بتعمل جهاز المخابرات التركي مفرغ نفسه لمصر خالص. يعني حتى كان اوباما اتهم جهاز المخابرات التركي بانه هو شرطي مرور، واخد منحة التفرغ، شرطي مرور لمصر، شرطي مرور. كانوا بياخدوا حتى في سوريا، كانوا بياخدوا العناصر الولاد اللي هم خدعوهم ودربوهم في الست معسكرات اللي كانت موجودة في سينا، اللي كان محمد مرسي بيشرف عليهم وبيساعد على وجودهم وبيقول لهم عايزين نعمل لكم مساكن ونديك لكم خيام هناك في عن طريق محمد الظواهري اللي هو شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة. كانوا العناصر دي كانت بتروح تتدرب في المعسكرات عشان مثلا عشان يبقى استاذ في الارهاب. طب اذا كنا عايزين نخليه دكتور ويعمل خلايا بعد كده لوحده، كان بيروح يتدرب في سوريا عن طريق ان هو كانوا بيروح تركيا ومن تركيا يتم التسلل الى الحدود السوريه باشراف مين؟ باشراف جهاز المخابرات التركي. زي ما حضرتك قلت استاذ بلال، هي شبكه كبيره كل عنصر فيها ليه دور بيلعبه في المساله. لكن انا يهمني جدا المواطن الكريم اللي بيتابعنا دلوقتي يفهم شيء مهم، حجم هذه الضربة الأمنية وتأثيرها في الداخل المصري وكمان في الخارج المصري بوصفها أكبر عملية مخابراتية تم ضبطها، ما تأثيرها؟ وحضرتك كنت بتقول منذ قليل أن الهدف الأساسي ليهم هو زعزعة الأمن الداخلي المصري، ما يكونش في استقرار، ما يكونش في حالة هدوء في الداخل المصري، وبالتالي لازم المواطن يعرف يعني إيه هذه العملية، حجم تأثيرها وحجم القبض على هؤلاء العناصر. خلينا في الأول السؤال الجميل جدا، خلينا في الأول كده نقول يعني الأجهزة الأمنية المصرية بخير وبخير قوي، الحمد لله عندنا الحمد جهاز لله. أمن وطني على أعلى مستوى وضع إيده على جميع خيوط التنظيمات الإرهابية اللي خرجت لنا بعد فضع اعتصام 4. عندنا جهاز مخابرات عامة ما شاء الله نجاحات في أفريقيا، نجاحات في النهاردة اتمام المرحلة الثانية من الاتفاق بين حركة فتح وحركة حماس، والانتخابات البرلمانية هتتم واعلنه دلوقتي من القاهرة برعاية الوزير خالد فوزي مدير المخابرات العامة المصرية، ان انتخابات هتتم في قطاع انتخابات البرلمان هتتم قبل نهاية 2018 ان شاء الله. الاجهزة الامنية بتتعافى، مدير المخابرات الحربية طلع قال ان احنا 1200 سيارة دفع رباعي محملين بالسلاح والارهابيين دمرناهم وفجرناهم على الحدود الغربية. يعني عندنا اجهزه امنيه على اعلى مستوى، الرقابه الاداريه برضو بتقوم بدور كبير جدا في محاربه الفساد. فثقه المصريين في الاجهزه الامنيه بتخلينا لما نشوف ضربه زي دي كلنا نتنفس الصعباء ونصفق الاجهزه الامنيه. هاي. في حادث الواحات كان واضح جدا ان التعامل الامني على اعلى مستوى، معلومات امن وطني، معلومات مخابرات عامه، معلومات مخابرات حربيه، والاهم من ده كله بقى التكاتف بين الاجهزه والتوحد بين الاجهزه. هو ده اللي بيكون عامل من عوامل الايجابي في الموضوع. المخابرات العامه لما تقبض على 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 على, على خليه زي دي، اذا مفيش دبه نمله هتعدي بعد كده. يعني اذا كان مفكر نفسه عمل تنظيم او دخل من نفق او جهل من على الحدود او تعاون في الجبل، ده احنا جبناه من الجبال. المعلومات اللي بتقدمها المخابرات معلومات في غايه الاهميه، وده بيقول ان احنا ثقتنا فيهم لن تنتهي. اللي احنا شايفينه انا بسميها لعبه دوليه كبرى. لعبه دوليه كبرى بتحصل واحنا شفناها قدامنا، دول اتفتتت، جيوش ما شاء الله اتقسمت اعوذ بالله،
احنا دولة، في دول كده بنطلع نبص لها، كردستان عايز يبقى دولة، سوريا فضلنا لسنوات كتيرة جدا بنقول ان الحل السوري هيكون في ايد مين؟ في ايد وزير خارجية الروسي ووزير خارجية الامريكي. خلاص احنا مصير سوريا دلوقتي كل الناس بتقول مصير سوريا في ايد روسيا وامريكا. طب مصر قالت ايه في القصة دي؟ مصر قالت ايه؟ جهاز المخابرات المصرية قال لك مصر تتبنى 5 بنود: 1 وحدة الأراضي السورية، 2 من يحقق مصلحة سوريا شعبها، يعني اللي يقول سوريا أين إلى أين نحن ذاهبون؟ الشعب السوري. ثالث حاجة إن مش هنقسم سوريا، سوريا مش هتتقسم. رابع حاجة الحلول السلمية. خامس حاجة وده الأهم، نزع السلاح الميليشيات التي تمولها قطر والمحسوبة على تنظيم القاعدة مثل جبهة النصرة وتنظيم داعش وتنظيم القاعدة اللي موجود باستفاضة في سوريا واللي استولى على بعض الأراضي. شفنا اليمن، اليمن طبعا اللعبة الدولية واضحة قدامنا على عينك كتاجر زي ما بيقولوا. الحوثيين ده حصل الكلام ده امتى؟ بعد 30 يونيو رئيس السيسي بعد كده لما تولى السلطة وبانتخابات وإرادة شعبية أعلن عن قناة السويس بعد 48 ساعة، قناة السويس الجديدة، إن مصر هتنشئ قناة سويس جديدة وسيتم العمل فيها. بعد 48 ساعة الحوثيين حاولوا يستولوا على السلطة ويغلقوا مضيق باب المندب في لعبة دولية مفضوحة. كان إيه اللي حصل؟ كان تحرك مصري. شفنا يعني لعبة قط وفار، أنت هتقفل باب المندب أنا هعمل لك منطقة بحرية جنوبية في مرسى علم، هجيب مستيرال، هجيب رافال، هكون صاحي وعندي يقظة كبيرة جدا في المنطقة دي. السعودية اتحركت، الإمارات اتحركت، فالحدود الغربية، الحدود الغربية ايه؟ 6 معسكرات تدريب بيقودها مفتي ليبيا اللي هو أصلا إخواني. نعم. إخواني، ومنتمي للإخوان وكان بيدرس هنا في سنة 65 وانضم لتنظيم سيد قطب اللي هو الصديق الغرياني. الراجل ده علاقته جامدة جدا بقطر وبتموله، وفي صورة شهيرة جدا ليه مكتوب كده: الامير تميم يقبل راس الصادق الغياني اللي هو مفتي ليبيا. ده اللي احنا بنقول عليه. طب الصادق الغياني بتاع ليبيا ده، ما احنا بنلف حوالين الحدود المصريه مولعه زي ما بيقولوا، الناس كلها بتقول لك مولعه. طيب الصادق الغياني ده اللي هيبحث عنه بسهوله جدا هيلاقيه: الامير تميم بيقبل راسه. طب بتقبل راسه ليه؟ قال لك لان هو بيموله. طب بتموله ليه؟ هو في مفتي قطر ياخد فلوس من امير تميم بتاع مسؤول، مفتي ليبيا ياخد فلوس من امير قطر ليه؟ قال لك لان هو بيقود ميليشيات في غرب مصر اللي هي شرق ليبيا. ميليشيات دي انصار الشريعه، مجلس شورى مجاهدي درنا اللي الولد اتقبض عليه عبد الرحيم المسماري وقال لك انا عضو في مجلس شورى مجاهدي درنا. طب مين مجلس شورى مجاهدي درنا؟ قال لك نحن ندين بالولاء لقائدنا سالم دربي. طب مين سالم دربي؟ سالم دربي هو احد العناصر التي تدين بالولاء للصادق الغرياني اللي هو مفتي ليبيا. ايه اللعبه الدوليه دي؟ إذن هي لعبه دوليه. لاي مدى بقى حضرتك بتقيم تحركات مصر في الفتره الاخيره، سواء من خلال كل القمم التي يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي يحضر فيها ملف الارهاب على راس اجنده المباحثات بينه وبين الزعماء القادة التنفيذيين، استخدام مصر لسياستها الدبلوماسية في أعلى منابر في العالم في الأمم المتحدة. اليوم استطاعت مصر أن تنتزع تأييد دولي لقرار بيمثل الوثيقة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الربط ما بين مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان. مصر أيضا تروج عبر منتديات دولية تناقش موضوع الإرهاب على مستوى عالمي، كان آخرها منتدى شباب العالم، وجلسات خصصت لمناقشة الإرهاب وكيف يمكن مقاومة الإرهاب بعيدا عن المقاربات الأمنية. كل هذه يعني كل هذه الأدوات الدبلوماسية، أدوات القوى الناعمة التي تستخدمها مصر سواء سياسيا أو ثقافيا، حضرتك إزاي بتقيم؟ أنا يمكن أنا مفرغ نفسي شوية لدراسة تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبركز على بعض النقاط. يمكن أنا هاخد من كلام حضرتك وأقول لك إن دي إحصائية بتاعي أنا. الرئيس عبد الفتاح السيسي 32 خطاب كان بيقول فيهم لابد من التصدي للإرهاب، لابد من معاملة الإرهاب بوجه واحد. مش هنشوف دولة تقول احنا يلا بينا نحارب الإرهاب وهي بتمول الإرهاب. قطر مش هنشوف دولة تقول لك احنا في مقدمة الصف لمحاربة الإرهاب وهي تقاتل الإرهابيين وتعطي لهم جوازات سفر لعبور حدودها عشان تصل لسوريا اللي هي تركيا. فالرئيس السيسي دايما بيقول كده، احنا مش هنتورط مع اي دولة ولا هنمول ارهابيين ولا هنبعت قوات ولا اي حاجة من دي. الرئيس 32 مرة يعني يخاطب العالم ويخاطب الرأي العام المصري والرأي العام الخارجي والأمم المتحدة 32 مرة. ده دليل على ايه؟ دليل ان بصراحة
ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو مدير مخابرات حربيه ووزير دفاع قاري المشهد والموضوع كله قدامه، لانه عنده اجهزه امنيه بتديله تقارير بتقول ان احنا لا مش هنضحك علينا، مش هنضحك، مش هنصحى الصبح نلاقي ارهابيين في الشارع، مش هنصحى الصبح نطالب ب زي ما قالوا في مؤتمر شهير جدا كان اتعمل في اخر عهد محمد مرسي في 15 مارس 2013 ده مؤتمر هيرتز ياليا في تل ابيب. قالوا ايه؟ قالوا ان مصر احنا الفتره اللي جايه مصر تقسم، يعني في مارس 2013 قبل مرسي يمشي بثلاث، مرسي الخاين بثلاث شهور، ان مصر تقسم خمس دول على ان تكون سينا يعني منطقه حكم ذاتي زي كردستان، وفي خلال 10 سنين نعمل استفتاء لاهالي سينا نقول لهم انتوا عايزين تنضموا لاسرائيل ولا تبقوا حكم ذاتي؟ يعني نفس كردستان بالظبط عشان ما حدش يتكلم. فالموضوع ده مش هيعدي عن السيسي. ليه بقى؟ لان هو اسطمبة رئيس جمهوريه. أنا جايب اسطمبة رئيس جمهورية، راجل استراتيجي، راجل فاهم أمن قومي، راجل مخابراتي محنك، مخابراتي محنك بالزبط. يعني اللي عايز يجيب رئيس جمهورية كده هيحط السيسي ويحط عليه الشروط. فالموضوع ده مش هيقيل عليه. ليه؟ هو شايف إن موضوع الإرهاب دول اتلعب بيها، اليمن اتلعب بيها، شفنا الحز الشعبي في العراق شكلوه، وبعد كده البرلمان العراقي غير القانون وضم الحشد الشعبي للجيش العراقي، والحاج الشعبي اصلا شيعي ويدوم بالولاء للشيعه، وعينوا قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الايراني، عينوه مستشار لوزير الدفاع العراقي. طب انت راجل ايراني تعينه ليه؟ يعني لعبه كده بتحصل. وسوريا دلوقتي دخلت ايران في الموضوع، وليبيا طبعا كل ما يروحوا دوله يتخانقوا، يروحوا جنيف واحد يتخانقوا، يروحوا جنيف اثنين يتخانقوا. طيب الاشقاء اليمنيين راحوا الكويت يتخانقوا، راحوا جنيف يتخانقوا، وبعدين نيجي بقى للداخل المصري. هذا الرجل ارتقى بان لابد ان الامن رقم واحد واثنين وثلاثة واربعة لحد عشرة. مش هنقدر الدولة المصرية تكون متماسكة الا بالامن. طيب الان الشعب المصري بقى دوره في ده ايه؟ الشعب المصري ما شاء الله يعني واعي جدا وفاهم جدا اللي بيحصل، وبيفرز جدا ده هو اللي بقى في مقدمة الصفوف دلوقتي. اي حاجة بتحصل تويتر لاي حد تبص تلاقي الشعب اللي بيرد خلاص. يعني زي ما قال الرئيس السيسي الاول، الرئيس السيسي كان يقول ايه؟ الجيش والشرطة في مقدمة الصفوف يا جماعة. ثقوا في ايام العمليات الارهابية اللي كانت في سيناء. دلوقتي احنا بنشوف المواطنين هي اللي في الاول قبل الجيش والشرطة في عمليات، انما الشعب بقى في المقدمة. وده اللي احنا عايزين نقوله. عايزين نقول ايه بقى؟ ان مش وقت دلع يا جماعة. عندنا مشاكل اقتصادية، ايوه عندنا مشاكل اقتصادية. امريكا ذات نفسها أكبر دولة يعني عليها ديون في العالم، تركيا الاقتصاد بتاعها واقع، بعض الدول بتعاني برضو أزمات اقتصادية، بعض الدول يعني بترشد الدعم، السعودية والكويت والإمارات، فإحنا عندنا أزمة اقتصادية بنواجهها. نبص بقى نظرة أوسع لمصلحة الوطن. طب إزاي بقى نكون مشاركين في القصة دي؟ عن طريق إن إحنا أولا نثق في القيادة. طيب لماذا نثق في القيادة؟ لأنها قيادة واعية وأمينة على هذا الوطن وتحركاتها سليمة. فضل عبد الفتاح السيسي الرجل الأمين على مصر أن يكون قراراته كلها ضد شعبيته ومع شعبه. يعني قال أنا مش عايز شعبية، أنا عايز مصلحة الشعب. طب مصلحة الشعب في إيه؟ أن أنا القرارات اللي تم تأخيرها، وأن هي قرارات كانت بتدغدغ مشاعر المواطنين زي الدعم، زي عدم الصراحة مع الشعب، لان الصراحه مهمه جدا مع الشعب. صحيح. فالراجل بيقول لا انا ليس الليوفط لسه متعلقه في ميدان التحرير، ليس لدي ما اقدمه الا العمل. عارف وده اللي احنا شايفينه في العمل. عارف استاذ بلال، انا ليس لدي ادنى شك في مساحه الثقه والصراحه والشفافيه بين الشعب المصري وجموع هذا الشعب، وانا اعني هذه الكلمه، وبين القياده الحكيمه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي. لكن انا ثقتي في الحقيقه مزعزعه كثيرا فيما يتعلق بالمجتمع الدولي الذي يزايد كثيرا على مساله الارهاب. اسمح لي ارد عليك بقى رد حلو، بس لازم اقول لحضرتك على حاجه معينه. احنا دايما بنشوف انه في ابسط الاحوال حتى تعريف الارهاب في المجتمع الدولي دول كثيرة تزايد عليه. هناك من يرى الارهاب البين ليس ارهابا، يعني في الكثير من الشكوك التي تحوم حول المجتمع الدولي في نظرته وفي تعامله مع مسألة الإرهاب. النهارده مثلا كان في رسالة من 63 عضو من أعضاء الكونغرس الأمريكي يطالبون بتصنيف الإخوان جماعة الإرهابية. ما تأثير ذلك مثلا؟ أنا هقول لك على حاجة، هجاوب بقى على الحتة الأولانية وبعد كده ندخل في قصة الكونغرس. الحل الأولاني اللي حضرتك بتقوليه، الكلام الأولاني، عايز أقول لحضرتك اقعدي كده واثقه من نفسك والاستاذه برضو
يعني واثقه من نفسها وانا قاعد واثق زي ما انا قاعد واثق من نفسي، واثق في الدوله المصريه. واثق فيها ازاي؟ بدون ادنى شك. واثق فيها ان احنا على حق. ليه احنا على حق؟ لان احنا يا نهار اسود، ده احنا شفنا ارهاب ومعسكرات كل النجاحات التي حققتها بالمناسبه، يعني كل النجاحات التي حققتها مصر في المحافل الدوليه مؤخرا واثبات وجهه نظرها الحقيقيه تجاه مختلف القضايا. سوريا هي افضل مثال. تثبت جيدا ان الرؤيه المصريه استطاعت ان تثبت صحه وجهه نظرها، والمجتمع الدولي بدا يستجيب كثيرا، خصوصا بعد ان ذاق طعم يعني مراره الفقد والخساره، خصوصا الارهاب الذي يضرب اوروبا. بالظبط كده. وجهه النظر المصريه، يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال نحن لدينا وجه واحد. بمعنى ايه وجه واحد؟ ان الارهابي ارهابي، اللي بيمول ارهابي، اللي بيساعد ارهابي، اللي فتح مستشفياته في تركيا واسطنبول وانطاكيا، ده ارهابي برضه. ليه؟ لان انت بتدعم الارهاب. هو احنا هنحارب الارهاب اللي مش اللي فجر بس ارهابي، ده اللي دعم واللي ادى سلاح واللي مول وده كله. في موضوع سوريا، مصر كانت بتقول ازاي يا جماعه ندمر الجيش السوري اللي يعتبر بالنسبه لنا الجيش الاول، ازاي نحارب الجيش الاول المصري اللي هو كان معانا في 73. هو في حد عاقل يروح يحارب الجيش السوري اللي كان بيقاوم وما زال اسرائيل؟ النقطه ما يتعلق بليبيا، هو في حد عاقل يقول ان احنا نرفض وجود الجيش الليبي ونسلم البلد لعبد الحكيم بالحاج، عضو الجماعه الاسلاميه المسلحه وعضو تنظيم القاعده وشقيق واخوه كان سائق قيادة اسامه بن لادن؟ الله، نسلم البلد لعبد الحكيم بالحاج؟ ده اللي بيقلني يا استاذ. ما هو ده الرئيس السيسي بيقول ايه؟ الرئيس السيسي يدعو المصالح. هو الراجل واثق، احنا الدوله المصريه باجهزتها واثقه من نفسها، احنا واثقين في استراتيجيتنا ضد الارهاب. ان لابد يا مجتمع دولي من فضلكم لابد من إعادة تسليح الجيش الليبي، رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي. ليه؟ هو أنا أسلم البلد للجيش الليبي ولا أسلمها لميليشيات تابعة في الأساس للشيخ مفتي الغرياني اللي هو مفتي ليبيا الإخواني والذي يؤتمر بأمر قطر؟ ميليشيات كلها، دولة ما ينفعش دولة ميليشيات هتضرني أنا كحدود كمصر. ليه؟ كل شوية يجي لي ولد زي عبد الرحيم المسماري، أنت عايز إيه يا ابني؟ يقول لك أنا عايز الخلافة الإسلامية في مصر. أنت مالك بمصر؟ يقول لك انا 105 مليون عايزه الخلافه ولا شرع الله. طب انت اللي هتعمل شرع الله؟ اديني كده التفويض اللي معاك صحيح. انت ما ينفعش، مش هسيب ليبيا كده ابدا. عشان كده مصر حينما ردت على الضربتين، مره في ال 21 قبطي ومره في حادث المنيا، كان رد واضح وصريح. انا باخد حقي والولاد دول عندكم وعندي اجهزتي ومعلوماتي. بتقول ايه؟ الولاد دول مجلس شورى مجاهدي دارنا وهم اعترفوا، كان لابد من ضرب معسكراتهم هناك. دي وجهه النظر المصريه. في حد اتكلم في دوله المجتمع الدولي اللي حضرتك قلت عليه؟ حد اتكلم؟ بالظبط، ده اللي انا اعنيه. ده طلع الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي انا بحبه، على فكره بحب السيسي فعلا جدا. طلع وقال مصر ستختار التوقيت والرد في الوقت اللي هي شايفاه المناسب، وبناء عليه في سوريا. في سوريا وجهه نظر مصر، احنا الجيش السوري ده بالنسبه لنا ده ساعدنا في حرب اكتوبر وكان معانا كتف بكتف. ما ينفعش عشان خاطر مصلحه اسرائيل. طيب اللعبه الدوليه اللي انا قلت لحضراتكم عليها دي ايه؟ فوجئنا في 2005 او 2006 كونداليزا رايس طلعت قالت نحن باعتراف رسمي احنا هنعمل حاجه اسمها فوضى خلاقه وشرق اوسط جديد. يعني ايه؟ دول هتطلع الجديده وهنفتت الدول المفتته وهنقسم الدول المتقسمه. يا سلام، ماشي، ده شفناه على الارض زي ما حضرتك قلتي ان الاخوان هم اللي بيمهدوا الارض. طيب ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ فوجئنا، كنا نعتقد ان هذا يحقق حاجه واحده بس، امن اسرائيل. مع مرور الوقت والسنين فوجئنا، لقينا في 2011 كميه سلاح مع الميليشيات في اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي مصر. ايه ده؟ ايه ده كله ده؟ لا، ضيف حضرتك امن اسرائيل، ضيفي بقى الحته الثانيه، ترويج السلاح. ترويج السلاح. طيب مع مرور الوقت لقينا النفط الليبي بالسلامه، الارهابيين خدوه، وطبعا عن طريق المطار معتيقة اللي هو استولى عليه الجماعه الاسلاميه المسلحه التابعه لتنظيم القاعده والتي تدين بالولاء للمفتي الغرياني الاخواني العميل لقطر. هو ده بياخدوا البترول الليبي ودوه فين؟ لتركيا. طيب البترول العراقي. طيب سوريا. يبقى احنا كده ضفنا اثنين، اول حاجه امن اسرائيل، تجاره السلاح، لعبه دوليه ضخمه جدا. نضيف حاجه ثالثه، الصراع على النفط. مش معقول ما اجيش هاجي اشوف الاقي السلاح الليبي، السلاح الصيني دخل كتجاره دوليه، دول اتجهت لشراء السلاح الصيني. طيب هل ده يعني هيجي على هوا اسرائيل وروسيا؟ لا، روسيا دخلت في السلاح،
بعض الدول راحت تشتري سلاح من روسيا، قال لك مش هنسيب التسليح بتاعنا مع امريكا، فدخل لعبه دوليه في السلاح. طيب نفس الموضوع في النفط. وقتنا خلاص قرب ينتهي، انا ليا سؤال بس عند حضرتك بسرعه. هذه الضربات الامنيه اللي واخرها كانت 29 متهم النائب العام قرر حبسهم لاتهامهم بالتخابر مع تركيا، الطرف الاخر بيقراها ازاي؟ تركيا بتقراها ازاي؟ قطر بيقراها ازاي؟ المجتمع الدولي بيقراها ازاي؟ بيقراها ان مصر مش دوله صغيره، ان مصر في حاله يقظه، ان مصر لديها رئيس واجهزه امنيه ودوله هايل تحميها هايل، ان مش هيعدي علينا حاجه. احنا شفنا تنظيمات ارهابيه مسكت وتم فنائها، لان ليه؟ لان تم القضاء على رئيسها، يعني تنظيم زي اجناد مصر حضرتك بتسمعنا دلوقتي خلص. ليه؟ لان تم تصفيه همام محمد احمد عطيه قائد التنظيم، انصار بيت المقدس تهاوى وانضم لتنظيم داعش، وبعض اعضائه الكبار هربوا لمجلس شورى مجاهدي دارنا برضه اللي احنا بنتكلم عليه، اللي عبد الرحيم المسماري كان منضم ليه واتقبض عليه، هم راحوا ليبيا. ليه؟ الجهاز الامني صاحي، المخابرات صاحيه، المخابرات الحربيه صح، الراجل مدير المخابرات الحربيه طلع قال 1200 عربيه دفع رباعي على الحدود الغربيه فقط تم تدميره، كان فيهم سلاح وار بي جيهات وهاون ومضادات للطائرات والكلام ده كله. الاخر بيقراها ازاي؟ بيقراها ان انا اديت لناس فلوس وفلوسك ضاعت. شفت الفيديو بتاع القوات الجويه لما في اللي هو قال لك احنا خلاص خلصنا حقنا وتم تدمير ثلاث عربات مدررعه وثلاث عربات دفع رباعي بالسلاح ب 16 عنصر ارهابي. شفت مصيرهم كان ازاي؟ الجيش عامل فيهم ايه؟ هو ده مصيرهم. هم بقى لما يشوفوا الحاجه دي يقول لك فلوسنا راح، سلاح ودينا لهم فلوس وادينا لهم تخطيط وعمالين نضخ اموال. طيب هو ده اللي السيسي بيقول عليه، اللي بيمول ارهابي واللي بيخطط ايه؟ ارهابي، واللي بينفذ ارهابي، واللي بينفذ ده طبعا ده ارهابي برخصه طبعا يعني. بشكر حضرتك استاذ بلال الدوي الكاتب الصحفي ومدير مركز الخليج لمكافحه الارهاب، شكرا لوجود حضرتك وانضمامك معنا في استوديو قناه. شكرا لحضرتك. شكرا لك.